بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ازول في الاول حبيبتي. اليوم حبيت نشارك معكم وصفه يعني حلوه السيار بوحدة التغييرات يعني خفيفه من عندي فقط. ودرت لكم زوج حبات بيض باه تجربوها، وجربوا دائما بكميه صغيره اذا حبيتوا ديروا الوصفه لاول مره. الوصفه تاع اليوم انا جبتها لكم بزوج حبات بيض، راكم شايفين هنا قدامكم، نص كاس سكر عادي، نص كاس زيت، كاس مايزينا، وملعقه صغيره خميره كيميائيه ولا نص باكي، هذا فيه 10 غرام دو 5 غرام، ملعقه كبيره تاع لافاني. وانا الوصفه اللي شدرت فيها تغيير زدت لها هذا، نزيد لها 2 ملاعق تاع هذا الفلون، يعطي لها ذوق حايل، يغير في الذوق، يعني تحسي بلا كي تاكلي في كاطو واحد اخر. ديري لها 2 ملاعق، انا هذا ديجا استعملت منه وخليته، كي جربتها خرجت الوصفه هايله بهذه 2 ملاعق تاع هذا تاع الفلون كراميل. وكالعاده الفرينه حسب الحاجه، وها هو المول تاعنا تاع السيار، نديروه دائما هكا في الفرينه، راكم شايفين باه ما تلصقش، راني وجدت كل شيء قدامي باه كي نخدمه ما تلصقش. هذو هما كل المقادير. الان بسم الله نبداو في الخدمه. البنات هاني حطيت هنايا زوج حبات تاع البيض، حطيتهم هنايا، نضيف لها الكاس، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع السكر، وهذوك 2 ملاعق تاع الفلون كراميل هذاك اللي وريته لكم، ها هو، ونزيد لها الملعقه تاع لافاني، تجي من السماء وبنينه، ونخلطوها. ملاحظه مهمه، نخلطوها جيدا بالفوي، كون ما تخلطيهاش جيدا بالفوي تخرج لك يابسه، اذا حبيتيها تخرج لك هشيشه من الداخل خلطيها مليح بالفوي. نوصلوا لهذه المرحله نحبسوا ونزيدوا لها الزيت، نبداو نزيدوا لها الزيت تدريجيا ونخلط. الان زدنا الزيت، ندو الكاس تاعنا تاع المايزينا نديروه هنايا، نزيدوا لها الملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه، نبداو نخلطوا بهدوء، ومن بعد نجمعوا بيدينا. ها الان المرحله الان نبداو نضيفوا لها الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. الان كي نوصلوا لهذه المرحله هنا من العجينه حتى تحصلنا على عجينه متماسكه، هذه العجينه وشوفوا اللون تاعها على الشباب من ذاك الفلون، ندو هذه العجينه نديروها كويره، ثم شوفوا البنات شنديروا، نديروها هنايا في هذا في الفرينه باش نحطوها هنا. شوفوا انا ذا المول فيه عجبني، هو يعطيك القيس، شوفوا الباقي تنحوه، ها شوفوا ها القيس تاعو هو نفسه، ها لانه عنده ما توزني ما والو، هو نفسه يخرج كاع كيف كيف، ها ومن بعد تحطي هكذا تبداي ديري هكا تضربي هنايا، هاهي حتى تخرج لك الحبه تاع الكاطو، ها تخرج لك على حبه كامل هنايا. ها البنات ملاحظه، انا شريت هذو جاو ثلاثه، جاو ثلاثه ب 10000، جا هذا وهذا ومول واحد اخر، هاو العيد الهيه ما جبتوش، وهذه ثاني ان شاء الله في الايام القادمه نديرها لكم ب 10000، يعني ماشي ثمن باهظ، ولا قولوا له اعطيني تاع حلوه السيار يعطيكم هذه مول المحل. البنات انا نكمل الكميه، ملاحظه فرن 180 درجه حتى تتحمر وتشوفوها تنتفخت فاسكو، فيها نصف كيس خميره كيميائيه، ومن بعد نوريكم طريقه التسيير.
البنات ها هي بعد ما خرجت من الفرن خليتها بردت، يكون طيبها على هذا الشكل كما راكم شايفين. البنات تدو حبه هكذا، ديروا لها اي مربى عندكم كونفيتور، انا راني دايره هنا كونفيتور دابريكو، ثم تدي حبه الزوجه وتخدميها هكذا عليها. ومن بعد تدي بصبعك هكذا تعملي لها كاع هكا في الطرف كامل هكذا الكونفيتور، هاكي شايفه هنايا ها تعملي لها كامل هكذا توتوتور هنايا. ومن بعد تدي نواه كوكو وتحطي هكذا كامل فيها. هذا مكان البنات، هذه هي الوصفه سهله وبسيطه ولذيذه. البنات ها حلوه السيار تاعنا رانا وجدناها في الطبسي. ملاحظه بزوج حبات بيضه تحصلت على 31 حبه تاع هذه الحلوه، وشتوها كيفاش ما شاء الله كبيره وزاكيه. شنو نقول لكم، جربوها، عندها ذوق الشباب كي زدنا لها هذاك الفلون هذاك يعطي لها ذوق مختلف عن الاذواق تاع العاده. ان شاء الله البنات تجربوها وتنجحوا فيها. زوج حبات بيض، نص كاس زيت، نص كاس سكر، ما يحتاج حاجه، وتحصلوا على 31 حبه بكميه ما شاء الله وذوق رائع. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. حاولي دائما كالعاده راكي في قناه حاولي. دمتي متالقه والى موعد قريب ان شاء الله.